السلام عليكم يا جماعه سلام من السعوديه المصرية يا رب تكونوا بخير واحسن النهارده يا جماعه فيديو جديد من البك لو اقول لكم لو احكي لكم لو اعد لكم عن الاهوال اللي شفتها في الوجبه دي مش هتصدقوني احسن من ساحتين احسن من ساحتين ساعه بره في الطابور وساعه جوه في الطابور ونص ساعه عقبال ما خدت الاوردر شفت الاهوال في وجبات البك دي يا جماعه هو صراحه يستاهل طعمه حلو قوي بس يستاهل بس ما يستاهلش ان وقف رجلي اتكسرت بسببه دلوقتي يا جماعه انا كنت طالبه اتنين مساحة بارد وواحد مسحب حار وواحد بروست بارد تعالوا بقى اقول لكم على الاهوال اللي شفتها في البروز في في البيت كده يا جماعه بس قبل ما نبدا عايزين لايك وشير ومتابعه واشتراك من على اليوتيوب وشيروا كده على قد ما تقدروا ومتابعات ولايكات حاجات حلوه منكم ده كانت مسحب حار يا جماعه انا اللي كنت بفتحه بدوق يعني الاول انا اللي بفتتح الاكل الاول تمام تعالوا بقى اوريكم الزحمه اللي انا شفتها شايفين بقى يا جماعه الطابور الكبير قوي اللي انتوا شايفينه ده ما اقولكوش انا جيت بقى داخله كده ولا بيا ولا عليا خلاص البت هخش بقى على طول واطلب الاوردر لقيت الاستاذ اللي واقف هناك ده اللي هو بتاع الامن قال لي انت حضرتك رايحه فين قلت له داخله اجيب اوردر قال لي طب ماشي حضرتك في ناس قبليكي استني قلت له ايه ده ما فيش حريم واقفه يعني المفروض انا اخش قال لي لا في ناس قبليكي لازم هي تخش زي ما انتم شايفين كده يا جماعه كان بيدخل الناس تمام وانا فضلت بقى مستنيه لحد ما جه دوري انا وخمسه سته من الحريم كده ودخلنا زي ما انتم شايفين وبعد ما دخلت قلت خلاص هخش واجيب الاوردر على طول شفت الزحمه اللي انا شفتها دي يا جماعه شفت الزحمه اللي انا شفتها دي قولولي بقى اعمل ايه فضلت واقفه بقيت فضلت واقفه لحد ما قلت يا ريتني ما قلت هجيب البك اشرف قال لي تعالى ناكل عندك انتاكي قلت لا يا البيك بلاش الحمد لله كان اخر نفر اللي قدامي ده يا جماعه والحمد لله اول ما طولت الكاشير حضنته كده خدته في حضن قلت انت فين من زمان ده انا دي ساحتين واقفه الحمد لله يا جماعة وصلت على الكاشير وطلبت الاوردر وكل حاجة وخدت الفاتورة ورحت بقى ايه الناحية التانية استنى بقى يعني بصوا ساعة بره وساعة عقبال ما وصلت الكاشير وساعة عقبال ما خدت الاوردر يعني اعمل ايه بس بصراحة هم صراحة يا جماعة كان عليهم ضغط جامد وناس كتير انا هنا كنت خدت الاوردر خلاص وخدت بقى الفلوس واقفة في طابور الحريم يا جماعة اهو زي ما انتوا شايفين مستنية طلبي شايفين اهو والله العظيم يا جماعه شايفين المحل ما شاء الله كان عامل ازاي بس هو يستاهل البك يا جماعه ما فيش بعد اكل البك صراحه في البروست والمسحب بس كده استنيت بقى لما جبت الاكل وما شاء الله شايفين يا جماعه منظمين جدا وكانوا بيمشوا الناس بكميه كبيره يعني على قد الزحمه اللي كانت عندهم دي بس بيمشوا الناس صراحه بكميات كبيره جدا فاهمين ازاي كانوا منظمين ومرتبين حلو قوي واكلهم ما شاء الله تبارك الرحمن عليه وناس نضاف جدا على فكره واكلهم مميز بس كده استنيت انا بقى في الطابور كده واول ما وصلت قلت له اتفضل يا عم عايزه ايه طلبي زي ما انتم شايفين كده انا كنت مستنيه طلبي يا جماعه فشايفين النظام يا جماعه شايفين مفيش حد بيتلخبط مع التاني ابدا كل واحد عارف نفسه بيعمل ايه وكل واحد بيعرف هيجيب ايه بالظبط وشايفين النظام لا بصراحه انا عجبني النظام انا كنت واقفه منبهره من النظام بتاعهم بجد يعني ما فيش أه اوردر اتلخبط مع ده لا ما فيش مثلا ده مش يعني بصوا كان نظام وكانهم صراحه نظامهم حلو قوي ما تنسوش اللايك بقى تمام بصوا يا جماعه هنا الحمد لله وروك الاوردر بتاعي ده ما كانش اوردري خالص انا كنت واقفه مستنيه الاوردر بتاعي اهو زي ما انتوا هتشوفوا كده اهو الاوردر وصل الحمد لله والله يا جماعه شايفين الحمد لله ورد هنا روحت بقى لما بقيت انزل بقى المسحب كده في التوميه يا سلام يا سلام كان حلو اقول لكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودي كانت